أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، مع المادة التطبيقية ومع قانون الجذب العام، هنتعرف مع بعض دلوقتي على قانون الجذب العام من خلال شرح القانون. قانون الجذب العام بالنسبة لي هي كل الأجسام في الكون تتجاذب مع الأجسام الأخرى بتأثير قوى متبادلة مباشرة تتناسب طرديا مع كل من كتلتي الجسمين وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما. يبقى قوة الجذب العام بتعتمد على حاجتين أساسيين، نمرة واحد الكتل، نمرة اتنين المسافات، بس علاقتها بالكتل علاقة طردية وعلاقتها بالمسافة علاقة عكسية. أي كل ما الكتل تزيد كل ما قوة الجذب العام تزيد، وكل ما المسافة ما تزيد كل ما القوة نفسها تقل. القانون نفسه قاف تساوي ثابت، هنتفق مع بعض على قيمته دلوقتي، بيساوي الكتلة الأولى في الكتلة الثانية على مربع المسافة. ده قانون الجذب العام، ثابت مضروب في كاف واحد في كاف اتنين على مربع المسافة. ثابت الجذب العام هو قوة جذب متبادلة بين الكتلتين، مقدار كل منهما 1 كيلوغرام، مسافة تساوي 1 متر، يساوي 6 × 6 = 67 / 100 في 10^-11 نيوتن متر تربيع لكل كيلو جرام تربيع. يبقى ثابت الجذب العام هو 6 × 67 / 100 في 10^-11 نيوتن متر تربيع لكل كيلو جرام تربيع. خليك فاكر ان القاف دي بتعبر عن القوة، كاف واحد وكاف اتنين دي الكتل، فيه المسافة بين مركزي الجسمين بالمتر، س هي ثابت الجذب العام، ويعرف قانون الجذب العام بالقانون التربيع العكسي. نبدأ مع مثال بسيط، كرتان كتلة الأولى 10 كيلوغرام والثانية 5 كيلوغرام وضعا بحيث كانت المسافة بين مركزيهما 0.5 متر، احسب قوة التجاذب بينهما، علما بأن ثابت الجذب العام هو 6 × 67 / 100 في 10^-11 نيوتن متر تربيع لكل كيلو جرام. أول حاجة هنكتب قانون الجذب، قاف تساوي ثابت مضروب في كاف واحد في كاف اتنين على فيه الكل تربيع. يلا نعوض عن الثابت، 6 و67 في 10^-11 في الكتلة الأولى هو مديهالي 10، الكتلة التانية مديهالي 5، المسافة هي 5 من 10 الكل تربيع. يلا بينا نحسب المقدار، هيطلع قيمته بتساوي 1.334 في 10^-8 نيوتن. واضح من خلال القوة أن مقدارها ضعيف جدا جدا، تساوي 1.334 في 10^-8 نيوتن. ملحوظة مهمة، عندما تسقط تفاحة مثلا على الأرض فإن قوة التجاذب بين التفاحة والأرض هي قوة متبادلة، حيث أن الأرض تجذب التفاحة والتفاحة بدورها تجذب الأرض، أي أن هناك قوة جذب متبادلة بين الجسمين. تقل قوة الجذب بين كتلتين كلما زادت المسافة بين مركزيهما، تزداد قوة الجذب بين كتلتين كلما قلت المسافة بينهما، لأن العلاقة هي علاقة عكسية. كل الأجسام حولنا والتي تبدو ساكنة بالنسبة لبعضها البعض يوجد بينها قوة تجاذب متبادلة، ولكنها صغيرة بدرجة لا تقوى على تحريك هذه الأجسام. قوة جذب الأرض للجسم كتلته كاف كيلو جرام تساوي وزن الجسم، يعني كاف في دال. تعالوا نشوف مع بعض المثال ده ونشوف هنحله ازاي مع بعض. احسب قوة التجاذب المتبادلة بين كل من الشمس وكوكب المشترى بفرض أن كتلة الشمس هي 2 × 10^-30 كيلوغرام وكتلة المشترى هي 1.89 × 10^-27 كيلوغرام والمسافة بين مركزيهما 7.73 في 10^-11 متر، علما بأن قانون الجذب العام هو 6 × 76 × 10^-11. أنا طالب منك القوة، فطبيعي هتكتب القانون، ثابت مضروب في الكتلة الأولى في الكتلة الثانية في مربع المسافة بينهما فيه تربيع. يلا نعوض مع بعض، 6 و67 في 10^-11
الكتلة الأولى كانت 2 × 10^36، في الكتلة الثانية 1 × 89 × 10^27 على مربع المسافة بالمتر، 7 × 73 × 10^11 الكل تربيع. نقدر نحسب المقدار كله، هيطلع تقريبا 24 × 10^23 نيوتن. دي القوة بين الشمس والمشتري. لاحظ ان القوة طلعت كبيرة جدا 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 عشان تخلي المجموعة الشمسية بتتحرك مع بعض ومفيش حاجة تنفصل. تعال نشوف المثال اللي بعده. بيقول لي قمر صناعي كتلته 1500 كيلو جرام يدور على ارتفاع 540 كيلو متر من سطح الأرض التي كتلتها 6 × 10^14 كيلو جرام ونصف قطرها 6360 كيلو متر. اوجد قوى الجذب الأرض للقمر بالنيوتن، علما بأن ثابت الجذب العام يساوي 6 × 67 × 10^11. أول حاجة هنعملها مع بعض إن هنجيب المسافة بين القمر الصناعي ومركز الأرض. القمر الصناعي كان على ارتفاع 540 كيلو متر، وكان نصف قطر الكرة بيساوي 6360، يبقى المسافة فيها تمثل 540 + 6360، هنقدر نجمعهم هيطلعوا 6900. لسه كمان محتاجين نضربها في 1000 عشان نحولها إلى متر، هتبقى 69 وقدامها 7 أصفار. كده أنا جبت المسافة بالمتر. يلا مع بعض نجيب قوة الجذب العام ق تساوي الثابت في 10^11 مضروب في الكتلة الأولى 1500، في الكتلة الثانية 6 × 10^14. كل الكلام ده مقسوم على 69 الكل أس 2. هنحسب المقدار، هيطلع 1 و26 في 10 أس 4 نيوتن. كده احنا حصلنا على قوة الجذب بين القمر الصناعي وبين سطح الأرض. نشوف مع بعض المثال اللي بعده. إذا كانت قوة جذب الأرض للقمر هي 3.11 × 10^24، وكتلة الأرض 6 × 10^24 كيلو جرام، وكتلة القمر هي 7 × 10^22 كيلو جرام، فأوجد المسافة بين مركزيهما، علما بأن ثابت الجذب العام يساوي 6.67 × 10^11. طبعا المرة دي عكس، هو ادانا القوة وادانا كتلة كل واحد من الجسمين وطالب مني المسافة، يعني عايزين نحصل على ف. نكتب مع بعض القانون بس الأول. ق تساوي ثابت مضروب في ك واحد في ك اتنين على ف الكل تربيع. القوة 3.11 × 10^24 في الكتلة الأولى، احنا قلنا 6 × 10^24، الكتلة الثانية 7 × 10^22 على ف الكل تربيع. هنا في يساوي، القوة تساوي ك واحد في ك اتنين في ثابت الجذب العام. يلا مع بعض نجيب الف. كل اللي مطلوب مني اعمله ان اطلع الف دي فوق وانزل القوة مكانها، فتبقى ف الكل تربيع هتساوي 6 × 10^24 × 7 × 10^22 على القوة 3 × 11 × 10^24 × 6 × 67 × 10^11. طبعا اكيد بعد ما نحسب ده هنجيب الجذر، فهيطلع المقدار في الاخر فيه تساوي 3 × 10^6. كده احنا حصلنا على المسافة بين مركز الارض ومركز القمر. يلا نشوف مع بعض المثال ده. بيقول لي احسب كتلة الارض بالكيلو جرام إذا علمت أن طول نصف قطرها 6360، علما بأن الجذب العام 6.67 × 10^11، وعجلة الجاذبية هي 9.8. طبعا عجلة الجاذبية بتمثل بالنسبة لي، عشان نحطها في اعتبارنا، هي كتلة الجسم وهي قوة الجذب. فلما يقول إن عجلة الجاذبية هي 9.8 متر على الثانية تربيع،
هنقول له إن وزن الجسم بيمثل قوة الجذب العام. وزن الجسم عندنا بيمثل كاف، اللي أنا عندي قاف تساوي ثابت مضروب في كاف واحد في كاف اتنين مقسوم على فيه الكل تربيع. طبعا أقدر أشيل قاف وأحط مكان الكتلة بتاعتي، هتبقى كاف واحد دال اللي هو الوزن بيساوي الثابت اللي هو 66 في 10 أس سالب 11 مضروب في كاف واحد في كتلة الأرض كاف اتنين على المسافة بالنسبة لي اللي هي بتمثل الكل تربيع. هطير كاف واحد من هنا وكاف واحد من هنا وعوض مكان دال بتسعة وتمانية من عشرة، يبقى الكتلة بتمثل تسعة وتمانية من عشرة مضروبة في ستة تلاتة ستة قدامها أربع أصفار الكل تربيع على ثابت الجذب العام بكده. نقدر نحسب كتلة الأرض هتطلع بتساوي ستة مضروبة في عشرة أس أربعة وعشرين كيلو جرام. الموضوع كله إن أنا عوضت مكان قوة الجذب بالوزن، لأن وزن الجسم بيمثل قوة الجذب العام وهي بتساوي الكتلة في العجلة. الكتلة راحت مع الكتلة، كف واحد راحت مع كف واحد، والعجلة حطينا تسعة وتمانية من عشرة، عوضنا مكان ده لتسعة وتمانية من عشرة، عملنا طرفين في وسطين وطلعنا كتلة الأرض تقريبا ستة في عشرة أس أربعة وعشرين. نبدأ مع بعض. احسب طول نصف قطر الأرض بفرض أن جسم كتلته واحد كيلو جرام وضع فوق سطحها، علما بأن كتلة الجسم تساوي ستة في عشرة أس أربعة وعشرين كيلو جرام، وأن ثابت الجذب العام يساوي ستة وسبعة وستين من مية في عشرة أس سالب 11، وعجلة الجاذبية تساوي تسعة وتمانية من عشرة. نكتب القانون مع بعض. قاف تساوي ثابت مضروب في كاف واحد في كاف اتنين على فيه الكل تربيع. القوة بتساوي الوزن اللي هو بيساوي واحد في تسعة وتمانية من عشرة يساوي ستة وستة وسبعين من مية وسبعة وستين من مية في عشرة أس سالب 11 في الكتلة الأولى بواحد. هنعوض مكان كتلة الأرض بالمقدار ستة في عشرة أس أربعة وعشرين على فيه الكل تربيع. طبعا فيه هنا في الحالة دي بتمثل نق، فنقدر نعمل طرفين في وسطين، فيبقى فيه تربيع اللي هي بتمثل نق تربيع هتساوي ستة وسبعة وستين في عشرة أس سالب 11 في ستة في عشرة أس أربعة وعشرين، كل ده مقسوم على تسعة وتمانية من عشرة، واللي هيطلع منه هنجيب له الجذر التربيعي، فتطلع نق تساوي ستة آلاف تلتمية وتسعين كيلو متر. كده احنا عرفنا نص قطر الكرة الأرضية. تعالوا نشوف المثال اللي بعده. احسب عجلة الجاذبية الأرض بوحدة المتر على الثانية تربيع لجسم كتلته واحد كيلو جرام وضع فوق سطحه، علما بأن كتلة الأرض تساوي خمسة وخمسة وتسعين من مية في عشرة أس أربعة وعشرين كيلو جرام، ونصف قطر الكرة ستة آلاف تلتمية وستين كيلو متر، علما بأن ثابت الجذب العام ستة وسبعة وستين في عشرة أس سالب 11. يلا مع بعض نكتب القانون ونعوض عن القيم اللي احنا عارفينها. هنقول لنفسنا أكيد إن كاف واحد كتلة الجسم الأول بواحد في العجلة احنا مش عارفينها تساوي الثابت ستة وسبعة وستين في عشرة أس سالب 11 مضروب فيه. كتلة الجسم الأول واحد، كتلة الجسم الثاني تسعة وخمسة وتسعين في عشرة أس أربعة وعشرين على المسافة فيه اللي هي ستة تلاتة ستة صفر وتلات أصفار الكل تربيع. هنحسب المقدار ده كله، هيطلع عجلة الجاذبية تساوي تسعة وواحد وتمانين متر على الثانية تربيع. كده حصلنا على عجلة الجاذبية بمعلومية نصف قطر الكرة وكتلة الجسم وكتلة الجسم الموضوع على الكرة الأرضية. المقارنة بين عجلتي الجاذبية على سطحين كوكبين. بفرض إن ده الواحد وده الاتنين عجلتي الجاذبية على سطحي كوكبين، كتلتيهما كاف واحد وكاف اتنين كيلو جرام، وطول نصفي قطريهما نق واحد ونق اتنين متر، وكان جسم كتلته كاف كيلو جرام موضوع على سطح أحد الكوكبين. فإن دال واحد على دال اتنين النسبة بين عجلة الجاذبية تساوي كاف واحد على كاف اتنين مضروب في نق اتنين تربيع على نق واحد تربيع.
نقرا مع بعض المثال ده ونشوف هنجيب منه العلاقة ازاي. كوكب كتلته تساوي ثلاثة أمثال كتلة الأرض وقطره ضعف قطر الأرض. احسب النسبة بين عجلة الجاذبية على هذا الكوكب وعجلة جاذبية الأرض. مبدئيا أنا مدي لك علاقة بين الكتل، قلت لك إن كتلته ثلاث أمثال كتلة الأرض، يبقى لو قلنا كاف واحد هتساوي ثلاثة كاف اتنين، وقطره ضعف قطر الأرض يبقى نق اتنين. خلينا نقول إن دي كتلة الجسم ودي الأرض عشان أنا مثبتينها، ونق اتنين تساوي اتنين نق واحد. تعالوا نطبق في القانون، د اتنين على د واحد. النسبة بين عجلة الجاذبية هي النسبة بين الكتل، كاف اتنين على كاف واحد في نق واحد تربيع على نق اتنين تربيع، هتساوي تلاتة كاف واحد على كاف واحد في نق واحد تربيع على أربعة نق واحد تربيع. نقدر نختصر هيطلع النسبة بتاعتي 3 إلى 4. إذا علمت أن كتلة الأرض تساوي 5.97 من 100 في 10 أس 24 كيلوغرام، ونصف قطر الأرض 6.34 من 100 في 10 أس 6 متر، كتلة القمر 7.36 من 100 في 10 أس 22 كيلوغرام، وطول نصف قطره بيساوي 1.74 من 100 في 10 أس 6، فأوجد النسبة بين عجلة الجاذبية على سطح القمر وعلى سطح الأرض. يلا مع بعض واحدة واحدة نشوف احنا هنجيب النسبة ازاي. طبعا احنا حافظين القانون خلاص، هنقول لنفسنا د واحد على د اتنين تساوي كاف واحد على كاف اتنين في نق اتنين تربيع على نق واحد تربيع. يلا نعوض. الكتلة بالنسبة لي بتمثل 7.36 في 10 الكل أس 22، 5.97 في 10 أس 24 في نق 2 على نق 1، 6.34 في 10 أس 6 الكل تربيع، 1.74 في 10 أس 6 الكل تربيع. هنختصر مع بعض المقدار في أبسط صورة، هنصرف في الآخر لواحد على 6، أي أن عجلة الجاذبية على سطح القمر سدس مقدارها على سطح الأرض. شدة مجال الجاذبية الأرضية هي قوة جذب الأرض لكتلة جسم 1 كيلوغرام عند نقطة ما. شدة الجذب بيساوي ثابت مضروب في كتلة الجسم على نق زائد عين الكل تربيع، حيث س هو ثابت الجذب العام، كاف كتلة الجسم نق وطول نصف قطر الأرض بالمتر. نشوف مع بعض المثال ده. بيقول لي إذا علمت أن كتلة الأرض تساوي 5.97 من 100 في 10 أس 24 كيلو جرام، ونصف قطر الأرض بيساوي 6.36 من 100 في 10 أس 6 متر، احسب شدة مجال الجاذبية الأرضية على ارتفاع 50 كيلو. هنقول له شدة المجال يساوي الثابت اللي هو 6.67 في 10 أس سالب 11 مضروب فيه، احنا قلنا فوق الكتلة بتاعت الجسم ودي بتمثل بالنسبة لي كتلة الأرض وهي 5.97 في 10 أس 24 على نق زائد المسافة بتبعد قد ايه. احنا كلنا عارفين نق بتساوي 6.36 في 10 الكل أس 6 زائد 50,000 لأنه كان على ارتفاع 50 كيلو متر الكل تربيع. نقدر نحسب المقدار ده كله بالآلة، هيطلع 9.69 نيوتن. يبقى شدة الجاذبية الأرضية تساوي 9.69 من 100 نيوتن. بآخر مسألة اللي تعرفنا فيها ازاي بنجيب شدة مجال الجاذبية، يبقى انتهى الجزء الخاص بقانون الجذب العام. إلى اللقاء في دروس أخرى.